اللاعب اللي حاليا هو قدوة للأشبال والكرة اتصل سهل عن حارس المرمى. فرصة خطيرة جدا ومطالبة بهدف، لكن الكرة اتصل سهلة عند حارس المرمى. نعم هو قدوة، قدوة للأشبال الناشئين الشباب. تصورت بالمناسبة نادي عدمان أسوأ مركز، لا كان الثالث عشر في موسم 2014. الكرة من ستانلي، ستانلي وضعها ستانلي. البركان يتقدم أولا، نادي أيمان عن طريق ستانلي خطف الكرة من أمام المدافعين وضعها فاندر. فاندر تمرير حلوة 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 هذه إلى ستانلي وحده، لكن حارس المرمى خالد عيسى، خالد عيسى أبعد الكرة خلص. يواصل التألق، يواصل التألق لعب ستانلي. شوف تيام، تيام في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. كرة بتعود الآن عرضية تتخلص هذه وتبعد تسديد، والهدف الثاني، الهدف الثاني عبد الله مال الله، عبد الله مال الله لاعب نادي العين سابقا يسجل ثاني الأهداف النيجيري والسنغالي. والهدف الثالث، الهدف الثالث عن طريق هرماش، هرماش يتقدم الآن بثالث الأهداف. الكرة العرضية كانت رايحة بالسبعة. تعود الآن أمامي محاولة ماركوس بيرغ، لكن حارس المرمى، حارس المرمى أمسك الكرة الماضية بكل ثبات، أمسك الكرة الأخيرة بكل ثبات. في الجزيرة أصبح عنده 40 نقطة. الكرة تعود الرابع، 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 فاندر بييرا الرابع، نعم الرابع، الرابع. هذه النتيجة الأثقل الأكبر، الأكبر، حققوا أول انتصار في ملعب العين أكبر انتصار. هاكينا هاكينا.